بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحلقة دي هي أول حلقة في السنة الجديدة، يا رب إن شاء الله تكون فتحة خير. وما لقيناش أحلى حاجة نبدأ بيها السنة دي غير إن احنا نكرم الجنود المجهولين، الجنود اللي اشتغلوا معانا سنة 2020 كلها من أول ما بدأ موضوع الكورونا، وكانوا هم اللي في قلب الحدث، كانوا هم الصف الأول من الجيش. جنودنا النهاردة هم الدكاترة اللي اشتغلوا معانا في موضوع الكورونا. بنرحب بالدكاترة اللي معانا، دكتورة أسماء أهلا وسهلا، دكتور أحمد أهلا وسهلا. الحلقة النهاردة احنا جايين النهاردة بنتكلم على حاجة أضعف الإيمان، إن هي إن احنا نقول لكم شكرا، شكرا على المجهود اللي انتوا بذلتوه، شكرا على التوتر اللي انتوا عشتوا فيه، شكرا على كل حاجة قدمتوها لينا، وللأسف احنا ما قدرناش نعمل حاجة أكتر من كلمة شكرا. في مارس 2020 كان في هاشتاج اسمه الهاشتاج أطباء مصر البواسل شكرا. الهاشتاج ده عملوا رواد السوشيال ميديا عشان يوجهوا الشكر للدكاترة، والصراحة الهاشتاج ده سمع جدا، واتحطت عليه صور رائعة من مواقف بطولية للدكاترة في مواجهة جائحة الكورونا. أحب أبدأ معاك يا دكتور أحمد. تفضل. دكتور أحمد، في بداية الأزمة كان الموضوع جديد علينا، وكانت الناس ما بين ان هي مصدقة الموضوع ونكرة للموضوع. صحيح. انتوا كستاف طبي عملتوا ايه؟ هو طبعا احنا الموضوع فعلا كنا بنسمع الاخبار بقى في الصين وبره مصر عن الفيروس الجديد والمرض الجديد والجائحه الجديده، ويمكن احنا يعني معظمنا كدكاتره شباب ما عاصرناش حاجه او بيئه بالحجم ده وبالقوه دي. كان جديد عليك. كان جديد علينا كلنا طبعا، وكمان جاي في عمق التخصص بتاعي كمان الصدر، فكان طبعا الموضوع مربك محير، احنا مش عارفين احنا بنتعامل مع ايه، بنتعامل مع مين، طب الحالات بتتحسن متحسنش، طب العلاج ايه، طب ايه الحاجات اللي بتتغير، الكلام ده كله. احنا تقريبا انا بدات شخصيا من شهر 4، في بدايه شهر 4 كده افتتحنا مستشفى عزل ملوي، و كانت اول مستشفى عزل بالنسبه للصعيد او في المنطقه، يعني في الصعيد كان قبلنا اسنا، واحنا بعد اسنا، وانا كنت داخل كمان كنائب مدير مستشفى، كان ليا يعني كمان جزء اداري في القصه. وطبعا في البدايه كمان تغيير المبنى مستشفى، انك تحوله لمستشفى عزل، ده موضوع مرهق جدا طبعاً. عشان المداخل والمخارج، وازاي العيان يبقى معزول، وازاي كل الكلام ده كان جديد علينا، خصوصا كان التوتر جامد جدا في الفتره طبعاً الاولى. طبعا انت معاك ستاف طبي ومعاك ستاف التمريض ومعاك عمال نظافه ومعاك فنيين معمل وفنيين اشعه، يعني مجموعه كبيره جدا، كلنا داخلين مجهود زي ما بيقولوا. بس هو كان لازم نعمل كده، ده كان واجبنا. يعني انا حتى مراتي لما كانت بتقول لي طب انت يعني وافقت على طول انك تروح العزل، يعني قلت لها طيب لو انا مش هروح يعني مين هيروح؟ طيب يعني احنا ده التخصص بتاعنا ودي دنيتنا. فكان لازم الموضوع في الاول طبعا كان مرعب بشكل كبير، لكن احنا كان دورنا ان احنا زمايلنا يعني الدكاتره تحديدا في القصه دي برضو علاقتهم مع بعض وشدهم من ازر بعض فرق كتير جدا معانا، وبالتالي قدرنا احنا برضو نبث الثقه لزمايلنا بقى التمريض والفنيين والكلام ده كله، فده عمل معانا يعني ادانا برضو ثقه ان احنا نكمل ان شاء الله. وطبعا مع النتائج وبدات الحالات نشوف ان الحالات بتتحسن، الكلام ده كله ادانا ثقه كبيره ان احنا نكمل المشوار. انا خلصت العزل ورجعت الصدر، فالصدر برضو مستشفى الصدر عندنا برضو شغالين في قصه الكورونا برضو، فده هي البدايه كانت بس اللي صعبه شويه. اعزائي المشاهدين، هنواصل معاكم بس هنطلع فاصل وهنرجع نواصل معاكم تاني برنامج ايامنا الحلوه. رجعنا لكم تاني وحديثنا دلوقتي مع دكتورة أسماء. دكتورة أسماء، لما سمعتي الأخبار بتاعة الكورونا على مستوى العالم كله، متابعتك للموضوع كانت إزاي؟ هو يعني مبدئيا في البيت احنا كنا قناة الأخبار 24 ساعة شغالة، أنا يعني عمري ما كنت أتوقع إن ممكن الأعداد في الصين أو جنوب شرق آسيا والكورونا اللي في أوروبا وكده تيجي عندنا في مصر ونبقى عايشين نفس اللوك داون والرعب اللي هم كانوا عايشينه، يعني عمري ما كنت أتوقع بصراحة. في الأول كنت خايفة طبعا على الأطفال اللي عندنا في المستشفى، لأن هم يعتبر يعني أطفال. انت بتتعاملي مع أطفال؟
اطفال سرطان عندهم سرطان فيعتبر يعني شبه ما عندهمش مناعه. دي حقيقة. فطبعا ان هو يعني الناس في الكبار نفسهم يعني او اللي هم الشباب برضو اللي زينا لما كان بيجي لهم كورونا كنت بسمع ان هم يعني الحاله كانت بتبقى صعبه بالظبط. بس فطبعا كنت يعني قعدت افكر في الاطفال دول وطبعا خصوصا ان هم اصلا المناعه بتاعتهم ضعيفه. بالظبط بالظبط. بس وطبعا يعني خفت على مامتي لان مامتي يعني احنا قاعدين معاها في البيت لسه مش منفصل عنها. فكنت طبعا كنت لما باجي من الشغل أو اضطر ان انا اروح في اي مكان وادخل البيت طبعا كنت باخد احتياطات جامده جدا. كنت بحاول ان انا ما احسسهاش ان انا هي كانت بتستغرب ان انا ببعد عنها ليه بس يعني انا كنت عايزه بالظبط خوف عليها كان يعني ضغط نفسي يا اسماء شديد عليكي جدا 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 لان انا كنت بتعامل في مستشفى يعني ما اخدناش الاجازات زي اللي الناس كلها معظمها مثلا قعدت في البيت فكنا بنروح الشغل بتاعنا وبنروح في البيت لدرجه يعني كنت بحاول ان انا ادور على مكان اقعد فيه من كتر الخوف والستريس اللي احنا خصوصا كنا ان انت بتتعاملي مع طرفين بتتعاملي مع بالزبط. اهلك خايفه عليهم وبتتعاملي مع المرضى الاطفال الصغيرين بالزبط. اللي مناعتهم ضعيفه وللاسف الموضوع كان يعني مجهد نفسيا بالنسبه لي. طيب نرجع ليك دكتور احمد. دكتور احمد انتوا خدتوا الاستعدادات اللازمه في المستشفى طبعا علشان تقدروا تواجهوا الموضوع دون. تعامل الناس في البدايه كان ازاي مع موضوع الكورونا؟ تعامل الناس الجمهور العادي الطبيعيين اللي كانوا بيجوا طبعا هو احنا طبعا الناس كانت خايفه وكان ليها حق تخاف يعني احنا كنا مقدرين هذا تماما. وكانت الناس فكره ان كمان يبقى في مستشفى عزل في المكان اللي هم فيه ده في حد ذاته كان مرعب بالنسبه لهم. وفي ناس كتير كانت واخده خط الانكار كمان يعني اللي هو لا ما فيش حاجه اسمها كورونا هم مهولين الموضوع لحد ما يعني انا قابلت حالات كتير جدا ما صدقش غير لما يعني حد من اهله اتصاب واتشخص واتاكد ان في حاجه اسمها كورونا وان ده موضوع صعب. هو عامه الناس كلها يعني احنا لغايه اللحظه دي لغايه الموجه الثانيه في ناس برضو بتنكر الموضوع ده. في ناس بتنكر لكن هو للاسف يعني اللي بيقع في يعني خصوصا لما حد لا قدر الله تتدهور حالته او يبقى في مشكله بيصدق القصه دي يعني. لكن حد من زمايلك الصف الطبي دي كانت مرهقه جدا. يمكن بنتكلم على الضغط العصبي والنفسي احنا يعني انا في الاول الموجه الاولانيه كانت في احيان عائلات بتيجي وانا لا انسى مشهد لما يعني كانت ام جايه هي وجوزها واولادها الاثنين فاولادها الاثنين مساحتهم اتحولت سلبي فخرجوا لوحدهم يعني عمتهم او خالتهم او حد جه اخذهم هم كانوا من بلد بعيده عننا يعني. فانا في اللحظه دي دمعت طبعا الموضوع مرهق جدا وكان طبعا مواقف كتيره يعني زميلنا انا اعتقد ما فيش حد اشتغل في مستشفى عزل الا وبكى يعني لانه في ايه اكتر موقف اثر فيك هو يعني موقف من ده من موقف مواقف مواقف الحالات اللي بتتدهور بشكل سريع حالات زمايلنا لما تلاقي حد من زمايلك او حد دكتور او حد اي حد من الطاقم الطبي اتصاب او لا قدر الله دهورت حالته او في ناس اتوفت فده كان مرهق بشكل وانت في نفس الوقت محافظ يعني مطلوب منك انك تحافظ على ثباتك الانفعالي طبعاً لان طبعاً موضوع الكورونا ده موضوع الثبات النفسي مع المريض بيفرق معاه جدا. العيان لو حس ان الدكتور هو واثق في الدكتور وحس الدكتور يعني معاه وفي مؤازره يعني والكلام ده كله بيفرق معاه نفسيا جدا جدا يعني بصراحه. طب هرجع لك يا دكتوره اسماء في النقطه دي انت بتتعاملي بقى مع طفل يعني يمكن الكبير ماسك نفسه شويه تعرفي تكلميه تعرفي توجهيه فيعرف يتماسك نفسيا شويه. الاطفال الصغيرين هو اكيد ما كانوش فاهمين الدنيا ايه. هل في احتياطات معينه كنت بتاخديها او بتتعاملي بيها مع الطفل اللي هو المصاب بالسرطان واللي اصيب بموضوع الكورونا؟ هو يعني الاطفال ساعات ما بيبقوش عندهم الوعي زي الكبار وده مجهود بالنسبه لك طبعا. هو مجهود بس في نفس الوقت ان هو مش فاهم انا عندي ايه هو مش فاهم انا ليه بيتعامل معايا كده. ما بيقعدش يفكر كتير زي مثلا حد كبير ويقعد يحط مثلا سيناريوهات في دماغه ايه اللي هيحصل. بس يعني ساعات طبعا الاطفال الصغيرين ممكن تقدري تعملي عليهم كنترول ان انت تحدي من التعامل مع يعني حد يتعامل معاهم ان هو ما يروحش ويجي الاطفال الصغيرين.
بس هي دايما الخطوره في السن من 10 سنين ل 14 سنه اللي هو سن المراهقه دي، ان انت تعرفي توصلي له الخطوره او المعلومه، فهو طبعا انت عارفه السن ده حضرتك بيبقى اللي هو هايبر لوحده اصلا. بالظبط يعني احنا عشان نوصل اصلا السرطان بنقعد جامد جدا للسن ده بالذات، وبنقعد مع دكاتره النفسيين كتير قوي. الكورونا بقى يعني هو طبعا بيبقى صعب لان هو معزول عن مامته واهله ومفيش حد بيشوفه. اسالك كده دكتور يعني حته يعني هو اوريدي هو كده كده هو تعبان، حته بقى ان هو يتعزل دي كنت بتبلغي بيها الاهل ازاي او هو كانوا بيتقبلوها ازاي؟ يعني انا جايب يعني هو الاب بيبقى جاي او الام بتبقى جايب ابنها عشان ياخد الجرعه بتاعته وان هو هيروح مثلا، حته العزل بقى كان الاهالي بيستقبلوها ازاي او انت كنت بتوصلي لهم المعلومه ازاي؟ والله هو يعني الاهل يعني هما كده كده مش ناقصين اصلا بالظبط، بس يعني هما طبعا يعني هما اكيد عمرهم ما هيعرفوا خطوره كورونا زي ما زي خطوره السرطان، فهم طبعاً. بالنسبه لهم السرطان يعني هما عندهم بالظبط عندهم مشكله السرطان، فهل هيفكروا في كورونا؟ هما ممكن يعني ثقافتهم تقول لهم ان هما ده دور برد. احنا بنحاول ان احنا طبعا نبسط الامور لان هما ما عشان ما يتخضوش. بس هم يعني لا هم يعني الحمد لله بيبقى في ثقه فينا يعني بالزبط. واحنا عمرنا ما بنتاخر على ده برضو هرجع اقول لك تاني، وده برضو مجهود نفسي انت بتبذليه عشان توصلي للثقه دي. طب انت قلتي نقطه يا دكتور في وسط كلامك، الاطباء النفسيين، هل انت فعلا وانتم بتتعاملوا مع مرضى السرطان الطبيب النفسي في الحاله دي بيبقى له دور اصلا؟ السرطان من غير يعني بره الكورونا بره الكورونا لا لازم طبعا لازم، لان في اطفال اولا شعرهم بيبدا يقع، البنات بالذات، فبيبقى عايزين حد يبقى جنبهم من الدكاتره النفسيين. السن اللي انا قلت لحضرتك عليه ده بيبقى عايز اللي هو انا ما بلعبش ليه زي بقيه الناس. طب انا مره كان في مريض عنده 15 سنه جاي بيقول لي طب انا كنت بلعب رياضه وما كنتش بشرب سجاير وكنت بعمل كل الحاجات الكويسه اللي انتوا بتقولوا لنا عليها، انا ليه جالي المرض ده؟ فان حضرتك ان هو يوصل لثقه مع اللي هو الطبيب بالظبط الطبيب مع الدكاتره النفسيين دي بتبقى مجهود جامد قوي، لدرجه يعني احنا نفسنا طبعا بنتاثر لان طبعاً. كل مشاكل الاطفال والاهالي يعني هما بيجوا يفضفضوا لنا احنا فاحنا اصلا اللي هو بنبقى محتاجين حد يقوينا، بس غصب عنك لازم تبقي قويه لان هما يعني بيتشعلقوا فيكي بالظبط، بيستمدوا قوتهم منك. في فتره من الفترات احنا اتجاب لنا طبيب نفسي كمان في مستشفيات العزل للاستاف الطبي ولو حد من المرضى، لان برضو في المرضى في بدايه الموضوع كان الموضوع مرعب، فكان في ناس بتدخل في اضطرابات نفسيه واحنا كدكاتره وكتمريض المواقف الصعبه اللي تعرضنا لها، ففي وقت من الاوقات كان بيبقى في موجود دكتور نفسي، لان القصه دي فعلا كان ضغط نفسي وعصبي صعب جدا. ازاي الدكاتره في العزل بصراحه. دكتور احمد انت كنت بتقول لي قبل الهوا كنت بتقول لي احنا ما ننساش طاقم التمريض. طبعا لا التمريض هو عصب المنظومه الطبيه. صحيح. يعني احنا حتى احنا لما بنهزر مع بعض التمريض الشاطر في النبطشيه يبقى النبطشيه دي سهله هتعدي هوا يعني. فيعني التمريض دوره قوي جدا، انا كدكتور بتابع الحاله ومعاها وكل الكلام ده كله، بس مين اللي ملازم؟ مين اللي جنبه دايما؟ مين اللي على طول بيقيس له علاماته الحيويه وبيديله علاجه وطبعا كان ليهم دور جدا في المسانده النفسيه والكلام ده كله، طاقم التمريض يعني كل التحيه ليه. النقطه الثانيه برضو في ناس مجهوله برضو مش معروف، فنيين الاشعه، فنيين المعمل اللي كان بيسعى كل اللي بيتعامل في الموضوع، هيئه الاسعاف اللي هي كانت يعني دور جبار بصراحه لنقل الحالات وبيجيب الحالات من البيوت ومن اماكن بعيده ويوديها اماكن بعيده، ودي المستشفى دي مليانه، فيعني ممكن عند عيان من ملاوي مثلا او من المنيا يروح مثلا الاقصر عشان ما فيش مكان في ملاوي وهكذا، كل الكلام ده كان قايمه بيها هيئه الاسعاف بصراحه يعني تشكر جدا. اساتذتنا طبعا في اللي على طول باستمرار معانا عشان البروتوكول وعشان التغيير اللي بيحصل وعشان الحاجات اللي يعني اللي بتتغير مع الوقت والكلام ده كله، كل الناس بصراحه المجتمع المدني برضو احنا جات لنا يعني كان في ناس بتجيب تبرعات وبتجيب اكل وبتجيب حاجات للمرضى وللطاقم الطبي والكلام ده كله، كل الكلام ده يعني بصراحه الناس كان في تكاتف يعني بشكل
كبير. اي نعم كان في احيانا اوقات الناس خايفه متضايقه، لكن ساعه الجد فعلا. انتوا بتتعاملوا ازاي مع خوف الناس؟ يعني خوف الناس ده يعني هي المشكله في خوف الناس ان هم زي ما انت قلت في الاول ان هو الموضوع كان جديد عليهم طبعا. ففي ناس كانت مصدقه ان لا ده فعلا ده في مرض واقع، وفي ناس كانت بتنكر لغايه اخر لحظه صحيح. في ناس كانت بتتعامل بتوجس رهيب من مريض الكورونا لدرجه طبعا حادثه الدكتوره اللي توفت صحيح. واهلها صحيح. واهل البلد رفضوا ان هي تدفن هناك. صحيح. انتوا كنتوا بتتعاملوا ازاي مع قلق الناس؟ احنا كنا ما بين ان احنا مقدرين حجم اللي هم حاسين بيه، وفي نفس الوقت الصرامه. يعني انا يعني ما يعني لا يعني خلاص العيان ده انا شكيت فيه كورونا او شخصته، بقول له على طول لازم اهو ما فيش حل تاني. لو بسطت له الامور او ما قلتلوش الموضوع بشكل صريح مش هيعزل نفسه، فهيعدي الناس اللي حواليه. فكان الموضوع هو كنا بنحاول نوزن القصه دي. انا مقدر حالته النفسيه ومقدر خوفه ومقدر قلقه وبحاول ادعمه نفسيا وكل حاجه، لكن ده لا يمنع ان انا هشخصه وابلغه بحالته واهله بحالته والكلام ده كله، واقول لهم يعني وصمه العار ان العيان ده عنده كورونا يا جماعه دي مش عيب، ده مش عيب. العين ده زي مرض زي اي مرض، بس يتطلب اجراءات معينه عشان نحمي اللي حواليه. في ناس كانت بتتفهم هذا، وفي ناس برضو كانت لا ما طب ما يمكن الدكتور طب اتاكد طب اللي هو دور البرد لو انكار دور البرد الانكار دلوقتي على فكره بالظبط يعني هو لغايه دلوقتي يعني لا بس هو يعني انا شايف في القصه دي انت اشتبهت في عيان لازم تقول له دي ده عندك اشتباه كورونا، ما تخافش ما تقلقش الامور هتمشي كويسه، لكن لازم تعزل نفسك عشان زمايلك وعشان اخواتك وعشان البيت اللي عندك وعشان كل القصه دي يعني. فالموضوع محتاج حزم، وفي نفس الوقت محتاج يعني هدوء انك تراعي هدوء بالظبط وتراعي نفسيه المريض، لانه المريض لما بيحس منك برضو انك انت واثق من تشخيصك واثق من كلامك هو بيتقبل الامر وبيحاول يتجاوب معاك يعني. طيب اخد النقطه دي وارجع لك يا دكتور اسماء، نقطه حته ان الدكتور لازم يبقى مصدر ثقه للمريض اللي معاه. انت بقى نفسيا انت قلتي لي من شويه، قلتي لي احنا انا كنت عايزه اهرب، كنت عايزه الاقي مكان استخبى فيه من بين الضغط النفسي ان انا في البيت عندي والدتي واهلي خايفه عليهم وما بين المرضى اللي عندي. كنت بتعملي ايه يا دكتور؟ يعني كنت بتستمدي طمأنينتك منين؟ كنت بعمل رياضه بصراحه. يعني هو انا بحب الرياضه جدا يعني جدا، فكنت مثلا يعني بنزل اجري يعني اعمل اي انواع من الرياضه. طبعا الجيم والحاجات دي كانت بتبقى مقفوله دي حقيقة. ده جت فتره الجيم يمكن قعد حوالي 4 شهور أو 5 شهور مصر صحيح. كلها كان كل حاجه فيها مقفوله. فاكتر حاجه كانت ممكن تديني القوه شويه والموضوع الستريس وطبعا المناعه طبعا علشان تبقى قويه، فكنت كنت بهرب بالرياضه. اصدقائك يا دكتور كانوا بيتعاملوا معاك ازاي في الفتره دي وهم عارفين ان انت في مكان حساس؟ والله هو في منهم يعني انا عذراهم، هو في منهم بيحاولوا يعني يقولوا اسباب علشان مش عايزين يقابلوني قوي وحقهم بصراحه. وفي ناس لا عادي ممكن كانوا واثقين ان انا واخده احتياطاتي وعارفه ان انا بغير هدومي ازاي وبعقم نفسي ازاي وقبل ما اختلط بيهم. الطبيعي اللي انت بتتبعيه بالظبط كده بالظبط. بس يعني في منهم كده وفي منهم كده. بعد ما رجعت الحياه طبيعيه متهيألي كان نص شهر يوليو نص شهر 7، هل انت برضو كدكتور عشت حياتك زينك؟ يعني احنا عايشنا حياتنا عاديه، بدانا ننزل الاسواق، بدانا نقعد في الكافيهات، بدانا نتعامل نتزور. انت كدكتوره عشتي الحياه الطبيعيه اللي احنا عشناها ولا؟ بصي هو من اول ما كورونا بدات انا ما حسيتش ان انا اتعزلت زي بقيه الناس يعني عادي. انا كنت بنزل شغلي وكنت بنزل مثلا اعمل رياضتي في الشارع او يعني طبعا ما كنتش بخرج قوي يعني. بس الفكره ان بعد الكورونا حسيت ان يعني نفس الاحتياطات اللي انا كنت باخدها من غسل الايد وان احنا مش لازم نسلم على بعض قوي والعشم اللي كلنا بنحبه ده مش لازم، بس ان احنا نقعد في الكافيهات وكده معرفش حسيت ان لسه قعدتنا في البيوت قعدتنا مع اهلنا مع الناس اللي بنحبهم يعني احسن ممكن نتمشى في الشوارع اكتر من ان احنا نقعد في الكافيهات يعني. يعني اقدر اقول ان انت ما رجعتيش حياتك الطبيعيه برضو ما زلتي ما رجعتيش 100%. طيب دكتور احمد بما ان انت في قلب الحدث، هل رجعت لك الحياة الطبيعية في الفترة اللي هي فتحت فيها الدنيا من شهر 7 يمكن لغاية شهر بداية شهر 11 أو نهاية شهر 10؟ الحقيقة لا، لأن احنا كنا برضو خايفين من الموجة الثانية. احنا كنا عارفين احنا الموجة الأولانية بدأت الأمور تهدى، لكن احنا عارفين الشتاء أصلا موطن الفيروسات، وأصلا الشتاء في الطبيعي عندنا التهابات الرئوية كتير وبأنواعها والكلام ده كله. فاحنا كنا يعني عمالين نفكر طيب يعني ده هيجي لنا شتاء وكمان كورونا فالوضع كان هيبقى ازاي.
واحنا برضو هي الحالات ما اختفتش تماما، كان في برضو حالات موجوده، هي طبعا اقل بكتير مما كانت، لكن في فتره اللي هي بدات الناس تخرج وتشم نفسها شويه كان احنا برضو لسه معانا حالات ولسه معانا شغل، والواحد مع الحالات اللي شافها والحاجات اللي يعني اللي تعرضنا لها بقينا مش حاسين ان الواحد بامان كامل انك انت خلاص هتفتح دي، لا لسه الكابوس، هو الكابوس خف شويه لكنه مازال موجود وممكن يتوحش في اي لحظه. فلا احنا لحد هذه اللحظه من شهر ثلاثه احنا على نفس العهد ونفس الطريقه. ثقافه المكان، حضرتك بتشتغل هنا في القاهره؟ لا انا في ملاوي المنيا. لكن هل ليك اي تعامل مثلا هنا في القاهره؟ هو انا يعني بس حاليا لا، انا ليا كنت طبعا الماجستير بتاعي عين شمس، وكنت قعدت فتره في صدر العباسيه، وبالمناسبه صدر العباسيه دي من الصروح العظيمه، يعني من الاماكن اماكن الصدر العظيمه في 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 مصر، والناس اللي فيها بصراحه انا بشكرهم جدا لان هم تحملوا فوق الطاقه اللي هم في الطبيعه اصلا مجهود كبير جدا يعني. هل ثقافة الناس بتختلف مثلا من المنيا للقاهرة في التعامل مع الموضوع؟ بنسبة كبيرة لا، لان هو يعني الموضوع ما كانش مرتبط قوي بالثقافة، لان احنا كنا بنقابل ناس لا ناس يعني مثقفة والكلام ده كله، برضه كان بينكر وبرضه كان مش مستوعب الموقف. فاعتقد لان الموضوع جديد على الكل فكان فرق يعني ما كانش في فرق كبير في تقبل الموضوع او في التفاعل مع الموضوع يعني. في الفترة دي انا ما نزلتش يمكن القاهرة كتير، لكن احنا عندنا برضه زي ما بقول شرحت لحضرتك عندنا كان يعني ناس اطياف كده، في ناس مقتنعه، في ناس خايفه، في ناس مرعوبه، في ناس مش مصدقه، في ناس بتنكر خالص، يعني كل واحد على حسب الدنيا مشيت معاه ازاي. بس اعتقد ان احنا دلوقتي اعتقد معظم الناس بدا خلاص هو يعني ده امر واقع بالنسبه لنا، خلاص لازم هنتعامل معاه لحد ما ربنا يزيح الغمه ان شاء الله باذن الله. انت دكتور تقبل الناس للموضوع دلوقتي هل اختلف عن الاول؟ يعني هل حسيت ان في تغيير في قبول الناس للموضوع وتعايشهم معاه؟ هو يعني من المحيط اللي حوالينا انا حسيت ان الناس ما بقتش يعني مضغوطه نفسيا زي الاول. حسيت ان هو لما بيلاقوا اعداد جالها المرض وخفت ممكن الدنيا بقت ابسط شويه. حسيت ان التعامل وان انت طبعا حاجه انت لسه جديده بتتعاملي معاها غير لما خلاص يعني ناس كتيرة اتعاملت معاها وخفت وبقيتي بتبقي عارفة اعزل نفسي ازاي، اروح فين، اعمل المساحات فين. في الاول طبعا احنا ما كناش عارفين لان كل حاجة كانت يعني جديدة. لسه جديدة بالنسبة لنا بالظبط. بس فالناس دلوقتي يعني طب تحبي تقولي لهم ايه؟ يعني تحبي تقولي للناس من موقع الحدث ومن موقع ان انت عشتي التوتر اللي انت كنت فيه ده، تحبي تطمني الناس بايه؟ احب اقول لهم يعني ما تخافوش وخليكوا بال 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 بالاحتياطات، الماسك، الغسيل الايد على طول، الكحول او اي حاجه للتعقيم لايديهم، يحاولوا ان هم ما يقربوش قوي للناس، يحاول يبقى فعلا يلتزموا بالحاجات دي اهم حاجه. وطبعا الرياضه، الرياضه والاكل والليمون والعسل اللي دايما مزهق الناس عندي في المستشفى ان هم ياخدوه. يعني دكتور احمد في عجاله تحب في معلومه كده حضرتك قلتها عايز تقولها؟ الدعم النفسي لمريض الكورونا بيفرق جدا من واقع خبرتنا. الواقع الدعم النفسي مهم جدا، اي حد عنده مريض كورونا لازم يدعمه نفسيا وناخد احتياطاتنا، لكن ده ما يمنعش ان انا اكلمه واطمنه وادي له الدعم النفسي الكويس. انا بشكر حضرتك جدا على ان انت اتحت لنا الفرصه دي، وبشكر كل زمايلي وبشكر كل الطاقم اللي اشتغل، ويعني الناس كلها بصراحه ما قصرتش. وانا حاجه صغيره كده، انا عندي نائب مدير المستشفى عندي صدر ملاوي دكتور ريمون، انا بقول له شد حيلك يا بطل، هو يعني اصابه بسيطه كده ان شاء الله بالكورونا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك جدا وبشكر جدا الدكتوره اسماء، وبشكر كل دكتور في مصر بذل المجهود من وقته ومن صحته ومن وقت اهله وخوفه وقلقه على 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 الناس كلها. بشكركم اعزائي المشاهدين ومتابعتكم الحلقه، واتمنى انتم كمان ان انتم تتفاعلوا مع الهاشتاج ده وان انتم تشكروا الدكاتره لان ده هيفرق معاهم قوي قوي كلمه الشكر البسيطه. اشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية من برنامج أيامنا الحلوة، وأشوفكم على خير إن شاء الله.